أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة تفكيك لابتوب الـ HP اللي بين إيدينا، رقم الموديل 17-PS0XX، أو الرقم الأساسي له لللابتوب اللي موجود بالخلف هو 17-PS067CL. وبعد ما نقوم بالتعرف على طريقة التفكيك رح نقوم بتركيب هارد SSD على هذا الجهاز لحتى نزيد سرعة الإقلاع ونقل البيانات عليه. وأكيد يا شباب بالبداية يا ريت تعطونا لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره، وعم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم صيانة اللابتوبات. وأكيد يا شباب عنا صفحة على انستغرام بننشر فيها كل جديد بيصير بالقناة كذلك الأمر. وبالنسبة للأشخاص اللي بيسألون عن طريق تفكيك السواقة، عنا هذا البرغي، بس بمجرد تفكيكه بنسحب السواقة وبنقوم باستبدالها. أصدقائي بالإمكان تطوير هذا الجهاز لحتى 32 جيجا من الرامات، كل سلوت بياخد 16 جيجا. عندي البطارية الخاصة بالبيوس بهذا المكان، كذلك الأمر كتلة التبريد بنلاحظ أنه موجودة بهذا المكان مع المبرد الخاص بالمعالج، وهلأ رح نفككه لحتى نغير المعجونة. عندي كرت الوايرلس بهذا المكان. ملاحظة مهمة جدا، هذا الجهاز ما بياخد هاردات أو SSD من نوع M.2. واخر شيء عندي الهارد الميكانيكي بيجي بهذا المكان، هلا رح نقوم بتفكيكه لحتى نركب بداله SSD SATA. ملاحظة مهمة جدا اصدقائي، بنلاحظ انه بهذا المكان ممكن اضافة SSD M.2 بهذا المكان، وليس NVMe انما M.2 فقط بهذا المكان. وبعد ما انتهينا يا شباب من تركيب الـ SSD بالمكان المناسب، كذلك الأمر تغيير معجونة المعالج وتنظيف جميع المخارج الخاصة بالهواء بشكل عام، هلأ منقوم بإعادة الغطاء كما كان للجهاز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.